النهاردة هشرح لكم ازاي نوصل الميدي ادابتور، الوايرلس ميدي ادابتور، عبارة عن قطعتين صغيرين ميدي ان وميدي اوت متوصلين ببعض، اسمها وايرلس ميدي انترفيس MI.1. القطعة دي تقريبا تمنها في حدود $50. وفي منها نوع تاني اسمه ياماها MD-BT-01. انا دلوقتي هوري لكم ازاي القطعة بتتوصل بالأورج. طبعا عندنا ميدي ان وميدي اوت، بتحط القطعة اللي هي فيها اللمبة ديت في الميدي اوت، واول ما بتحطها بتبدأ اللمبة تنور زي ما انتم شايفين، ودي معناها انها connected. دي بتوصل الأورج بأي أبليكيشن على التليفون من خلال البلوتوث. في سيتنج كمان بيبقى جوه الكرونوس علشان الأبليكيشن اللي احنا هنشتغل عليه اسمه كافيت سكيل. الكافيت سكيل بيحتاج بس سيتنج في الأورج علشان يبقى بيشرق وبيعمل أكتاف. فبنروح للصفحة اللي هي كنترول سكيل، الصفحة رقم 3، عندنا اوكتاف اب واوكتاف داون. اوكتاف اب بنخليه 50 زي ما احنا شايفين، واوكتاف داون بنخليه 51، وبعدين عندنا التاب تيمبو بنخليها 01. علشان السيتنج ده يتحفظ جوه الاورج بنروح للبيزك، وبعدين فوق على اليمين المفتاح اللي فوق ده بنختار رايت جلوبال سيتنج وبنعمل له اوكي، وبنسيف الزبطة اللي احنا زبطناها بتاعت الجلوبال ديت على الأورج. بالنسبة للأصوات لازم تزبط حاجة في الصوت عشان يقبل التشريق الربع تون. بنروح للبيزك، وبعدين هنا عندنا في السكيل هو بيبقى معمول على الإيكوال، احنا هنغير الإيكوال ديت ليوزر أوكتاف سكيل 01. هعمل لكم فيديو تاني للبرنامج التشريق، البرنامج التشريق اسمه كافيت سكيل.